الليلة حابين نتكلم عن موضوعين مهمين شديد بهموا يمكن معظم مشاهدينا. هنتكلم عن المضادات الحيوية وكيف استخدامها بكثير من التفصيل، وحنتكلم برضو عن أمراض المعدة، ويمكن من أهم أمراض المعدة جرثومة المعدة. طيب لو حابين نتكلم عن موضوع المضادات الحيوية والالتهاب، ده يمكن موضوع كبير بيحتاج مننا زمن كبير، لكن في نقاط مهمة حابين نغطيها الليلة في كلامنا. طيب المضادات الحيوية هي عادة مواد أو كيميائية بنستخدمها عشان شنو؟ عشان تهاجم لنا جراثيم محددة. طيب الالتهابات في حد ذاتها هي ممكن تكون التهابات يا بكتيرية أو فيروسية. طيب عشان أنا الليلة أجي، وزي ما احنا عارفين أنا مرات بالذات في الوقت بتاع الشتاء ده مرات بتجيني حالات التهابية، بتكون في أعراض محددة، حمى وكحة، وبكون في الإنسان منزل وكده. فكل اللي احنا بنطلبه كيف انا اقدر في حالات زي دي اتعامل مع الموضوع بشكل من الحكمه. طيب ليه احنا عاوزين نتعامل بشكل من الحكمه؟ لسبب بسيط جدا، في النهايه صحتي مهمه جدا. ليه؟ لانه عندنا معروف انه في النهايه المضادات الحيويه دي هي عباره عن مواد كيميائيه ممكن يكون عندها مضار. انا ما ادري نخوف الناس، ولكن احنا عاوزين نتعامل مع الموضوع ده زي ما قلنا بشكل من الحكمه. طيب نمسك الموضوع بالراحه بالراحه. المضاد الحيوي هو مادة كيميائية بتعالجنا زي ما قلنا نوع محدد من الالتهابات. طيب الدكتور بيقوم بيعمل إجراءات محددة على أساس إنه هو بحدد نوع الالتهاب المصاحب زي ما بقولوا الحالة الالتهابية. طيب في زي ما بقولوا كده عندنا زي نوع من إحنا سودانيين ظريفين ولطيفين، بنجي نحكي لبعض وبنحب دايما يعني شنو والله يا أخي حاصل لي الحالة الفلانية والعرض الفلاني، بيقولنا طوالي ما شاء الله بكل يعني مودة وحب كده، بقول يا أخي ما أنا والله نفعل معي أبو ثلاثة حبات. يلا دي من اول المبادئ اللي احنا عاوزين يا اخوان نوقفها. لا ما بينفع الكلام ده. اول نقطه، ما لم يتم تشخيص، بعد التشخيص بتيجي مرحله انه انا كيف اصرف المضاد الحيوي المناسب مع الحاله الالتهابيه. يعني ما في مضاد حيوي كده عنده مفعول السحر بيعالج اي نوع من الالتهاب يا اخوان، ما بينفع الكلام ده. لا، اي مضاد حيوي عنده الحاله الالتهابيه اللي بتنفع معه. طيب لو لاحظنا احنا كلنا يمكن تكون مرت علينا الحاله دي انه بيصرفوا لي المضاد الحيوي مثلا صباح مساء او كل 12 ساعه او ما ادرك كل 8 ساعات كده، في حاجه زي دي نقطه مهمه شديد يا اخوانا. اي مضاد حيوي لما يتقال يتاخذ لكل 12 ساعه معناته كل 12 ساعه، معناته الكلام ده شنو؟ معناته المضاد الحيوي هنا بيغطي الفتره الزمنيه دي بكفاءه. معناته لازم الناس لما يكتب لك الدكتور او الصيدلي كل 12 ساعه معناته كل 12 ساعه، كل 8 ساعات كل 8 ساعات، لما يتكتب مثلا بعد اكل او قبل اكل برضو الناس التزم دي، الحاجه دي بتزيد لك كفاءه علاجك، وانت بعد ذاك بتصل للحاله العلاجيه اللي انت طالبها. تمام. طيب برضو في نقطه مهمه اللي عاوزين نقولها يا اخواننا، الاطفال وتعاملنا مع المضادات الحيويه لازم يكون فيه بعض الحساسيه. ليه؟ لانه هم زي ما بيقولوا حساسين شويه في حته المناعه حقتهم. ما ينفع انا اقوم ادي طفل مضاد حيوي من دون الاستشاره بتاعه الاخصائي. الاخصائي هعيد كلامي ثاني في حته دي، لانه نقطه مهمه شديد بتهمنا الاطفال، لان هم شويه مناعتهم بتهمنا وهم زي ما بيقولوا شويه حساسين. ما ينفع اقوم اصرف لهم مضاد حيوي من غير ما ارجع للاختصاصي المختص بحاله الاطفال. ليه؟ لانه معروف عندي المعلومه الليله هقوم اكشفها لكل الناس والصيادله ما يكشروا بكم بها، انه الاطفال مناعتهم بتبقى مكتمله من بعد سنتين. اذا اي طفل اقل من سنتين ما نصرف لهم يعني برانو، يعني حركات النسوان اختي واختك تقوم تدي مضاد حيوي ساي من غير الرجوع للطبيب. تمام. اخر نقطه مهمه يا اخوانا، لما يتقال دواء مضاد حيوي يتصرف لمدة أسبوع، يا ريت الناس تكمل لمدة أسبوع عشان دي الدورة الطبيعية لأنه المضاد الحيوي ياخد كفاءته العالية. كده بنكون تقريبا غطينا نقاط مهمة جدا في موضوع المضاد الحيوي. طيب قبل احنا لما قلنا الليلة حابين نتكلم عن المضاد الحيوي شنو وأمراض المعدة. طيب في مقولة معروفة بقول شنو، المعدة بيت الداء، صح كده؟ طيب إذا في أمراض كثيرة ممكن تصيب المعدة، وما في ظل برضه صراحة إنه يصاب في معدته. ليه؟ لأنه دي يعني أكثر حاجة الواحد شنو يعني ياكل وممكن تضايقه الحاجة دي. طيب واحدة من الأمراض اللي بقت أكثر شيوعا الأيام دي ما يعرف به جرثومة المعدة. الليلة حابة أديكم نقاط محددة عن الموضوع بتاع جرثومة المعدة. ليه بقى الموضوع ده منتشر شديد؟ ببساطة عشان ما يعرف بأسلوب حياتنا. أسلوب حياتنا يعني شنو؟ أسلوب حياتنا معناتها طريقة أكلنا، مواعيدها، حتى نوع الأكل
ومش نوع الاكل وبس كمان، لا حتى الزمن بتاعه. اذا عشان انا اقلل روحي ونقول نعم زي ما بيقولوا قنطار من الوقايه خير من شنو من نهايه بتاع علاج، صح كده؟ طيب اذا انا التزمت بانه اكون انظم مواعيد علاجي ونوعه، يعني امشي اتخير نوع الاكل اللي يكون نظيف يا اخوانا، احاول شنو انتبه شويه انه شنو انظف الاكل، اختار الاكل النظيف، ده شويه بيقيني من موضوع جرثومة المعده، تمام؟ نوع الاكل، المواعيد، المواعيد يعني شنو؟ في ناس بتقوم دائما بتحاول تاكل في وقت متاخر، الحاجه دي ممكن تاثر علينا، تمام؟ مواعيد الاكل، نوعه وطريقته، حتى طريقه يعني شنو؟ احنا ما دايما نقول انه في ناس جحمانين او بياكلوا بكميه كبيره، لا، المضغ ممكن ياثر ايضا على موضوع الاكل. ليه؟ لانه انت لما بتاكل بكميات كبيره جدا ممكن تفرز انزيمات، الحاجه دي ممكن تاثر على المعده بتاعتك. طيب يدخل في موضوع نوع الاكل ما يعرف بالالياف، الالياف الطبيعيه. يعني يا ريت يا اخوانا احنا اثناء مثلا امهاتنا في البيوت تركز ان هي تحاول شنو تدخل في الوجبات ما يعرف بالالياف الطبيعيه، يعني حياه الخضره، يعني مثلا شنو زي السلطات، الحياه زي دي بتدخل فيها الياف، ده بيساعد الناس شنو ترفع المقاومه بتاعتها. طيب لو جينا ليزول اصلا حسيت للناس اللي ما عندهم يا اخوانا جرثومه معده، دي بنساعدهم كيف ان هم يقوا نفسهم من موضوع جرثومه المعده. طيب الزول اللي جاوا جرثومه المعده يعمل شنو؟ حتكون لو لاحظتوا دايما الزول بعد ما يعمل فحص محدد بيقوم عارف انه هو والله خلاص اصيب بجرثومة المعدة، دي ما نهاية العالم، لكن عليه يقوم برضو يلتزم زي ما حصل يا ناس الوقاية، بلس انه هو يقوم شنو في زي بيدوه بيقول لك الروشيتة بتاعت الدواء الثلاثي. يلا الدواء الثلاثي ده يا اخواننا رقم واحد، بس هقول لكم حاجة واحدة مهمة شديد من غير تفاصيل او تعقيدات كثيرة، الالتزام بمواعيد الدواء. لانه صراحه جرثومه المعده لو ما انت التزمت بمواعيد الدواء فيها كل 12 ساعه كل 12 ساعه لمده 10 ايام او لكل اسبوعين على حسب رؤيه الاخصائي، هنا انت بتضر نفسك وبتخلي جرثومه المعده تعيد تاني. في كثير من الناس عم بيجونا في الصيدليه هنا يقول لك والله انا موضوع جرثومه المعده رجع لي، رجع لي لسببين، انت ما عملت الاجراءات الوقائيه اللي بتحميك، ورقم اثنين ما التزمت بالعلاج اللي قالوا لك الدكتور. يا اخوانا الناس اللي كتبت لهم ادويه بتاعه جرثومه المعده رجاء 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 التزم كل 12 ساعة، معلش هي فعلا ممكن تكون بتصهر لك انها مدة طويلة 10 ايام او اسبوعين، لكن اخير لك من ان هي ترجع لك تاني، وبيضطر بيقوم شنو يتدخلوا معك الدكاترة بطريقة شوية عنيفة كده انه يزيدوا لك المضادات الحيوية وتبقى لك كثيرة. الوقاية انك انت تحمي نفسك بدواء يكون منتظم فيه بصورة واضحة، وبأكل يكون نظيف وبمواعيد واضحة وما تتأخر في الأكل. وأتمنى الناس بالكلام اللي قلته ده يكونوا استفادوا جدا، وشكرا جزيلا.